السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد بخصوص مقترح شرط اللغة للحصول على الإقامة الدائمة بالسويد ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، واللي أعلنت عنه صباح اليوم وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمن ستينغارد خلال مؤتمر صحفي، واللي حكت من خلاله حول مقترح فرض شرط اللغة أو تعلم اللغة السويدية للحصول على الإقامة الدائمة بالسويد. النقطة الأولى مثل ما حكيتها بالفيديو السابق أنه تطبيق هذا المقترح سيكون اعتبارا من 1 يوليو 2027. طبعا الوزيرة قالت في مقابلة صحفية مع التلفزيون السويدي أنه هي كانت تتمنى أن المقترح يتم تطبيقه قبل، لكن هني حتى يعملوا مستوى أعلى أو حتى تكون الاختبارات بمستوى جيد، فهذا المقترح يتأخر لعام 2027. طبعا الرسوم الاختبار رح تكلف 700 كرون لما الشخص بيقدم عليها، وهذا الشيء أنا حكيت عنه بالبثوث المباشرة بوقت سابق. وأيضا كمان مثل الترافيك فيركت يعني رح يكون شيء مشابه بالتيوري أو اختبار التيوري، رح يكون في اختبارين، اختبار للغة السويدية واختبار للمعلومات حول المجتمع. بالنسبة لمستوى اللغة فكاتبين أنه هو مستوى A2 يعني مستوى مبتدئ، وأيضا بالنسبة للمعرفة بالمجتمع فالشخص لازم يعرف واجباته وحقوقه وأمور قانونية حول العائلة والرعاية الصحية بشكل عام. وبحسب المقترح رح يشمل هذا الشرط كل شيء شخص بلغ سن 18 فما فوق، حتى لو كان بسن التقاعد أو مع من كبار السن فكمان رح يشملوا هذا المقترح. أما الاستثناءات فرح تكون للأشخاص القادمين عن طريق الأمم المتحدة، وأيضا الأشخاص اللي عندهم أمراض عصبية ونفسية أو عندهم إعاقة بتمنعهم أنه يحققوا هذا الشرط أو أنه يتعلموا اللغة. هذا كل شيء بيتعلق بشرط اللغة مبدئيا بالنسبة للإقامة الدائمة. الحكومة ما حكت شيء حاليا أو ما في أي معلومات بخصوص شرط اللغة للحصول على الجنسية، ممكن يكون في معلومات جديدة مستقبلا بخصوص هذا الموضوع، ولوقتها بوافيكم بكل شيء جديد، ولذلك لا تنسوا تشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل شيء جديد. وشكرا متابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.